ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشرت صحيفة واشنطن بوست تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة للطفل إبراهيم موكاد البالغ من العمر 3 سنوات، والذي يعد أصغر ضحايا جريمة نيوزيلندا الإرهابية. فقد قالت الصحيفة نقلا عن شهود عيان أن الطفل الضحية جاء إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة برفقة والده وشقيقه، ومع دخول الإرهاب وشروعه في إطلاق النار على المصلين ركض الاثنان بشكل عشوائي، فيما لم يدرك الصغير حجم الخطر الذي كان يتربص به، حيث قام بالتوجه مباشرة نحو الإرهاب معتقدا أنه يلعب فقط. فما كان من هذا الأخير إلا أن أطلق عليه النار بدم بارد. ولا يزال حذاء الطفل إبراهيم أمام مدخل المسجد، حيث تركه عند وصوله لصلاة الجمعة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.